السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالفضاء، فضاء الرياضيات للمستوى الثالث، دائما في إطار الدرس رقم 7 الزوايا. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في الصفحة 37 من الكتاب المدرسي. نبدأ على بركة الله، ودائما كنبداو بتذكير أن الدرس يجب أن يكتسب من خلاله التلميذ يعني القاعدة الأساسية، أن الزاوية القائمة هي زاوية قياسها 90 درجة، زاوية أقل يعني من 90 درجة تسمى زاوية حادة، وأكبر من 90 درجة تسمى زاوية منفرجة. أكمل بما يناسب: حادة، قائمة، منفرجة. إذا نبدأ على بركة الله. إذا الزاوية هنا هي زاوية قائمة، هنا انتبهوا، راه ما كيهضروش على هذه الزاويه، كيهضروا على هذه، وحتى هي راه اقل من 90 درجه، اذا هذه زاويه حاده. ثم هذه اكبر من 90 درجه تسمى زاويه منفرجه. ننتقل الى التمرين رقم 2. احسب الزوايا، اصنف الزوايا من في الجدول. زاويه ا ب س، الزوايا هما اللي راهم شايلين اليوم هنا. اذا الزاويه ا 90 درجه، اذا هي زاويه قائمة. الزاوية ب زاوية حادة لأنها أقل من 90 درجة. ثم الزاوية س زاوية منفرجة. الزاوية د كذلك زاوية منفرجة. والزاوية أ زاوية حادة. ننتقل إلى السؤال رقم 3 أو التمرين رقم 3. استعمل المزوات واحدد كل زاويه قائمه والونها. اذا سنستعمل المزوات. اذا نبدا بالزاويه الاولى. انتبه، هاد الزاويه هاد الضلع راه محادي، ولكن هذا راه ما كاينش، اذا هذا ماشي زاويه قائمه. ننتقل الى الزاويه الثانيه، هذه راه زاويه حاده لانها اصغر من 90 درجه. هاد الزاويه رقم 3 حتى هي الزاوية حادة لأنها أصغر من 90 درجة. ننتقل إلى هذه الزاوية اللي فينا، انتبهوا هذه زاوية قائمة، إذا سنلون هذه بأي لون، هو ما حدوناش اللون، إذا حنا غادي نحاولوا نلونها. هذه زاوية قائمة. ثم ننتقل إلى هذه، حتى هذه عندنا زاوية قائمة. ننتقل إلى هذه الزاوية، هذه زاوية منفرجة لأنها أكثر من 90 درجة. ثم ننتقل إلى هذه الزاوية، انتبهوا أكثر من 90 درجة، إذا هي زاوية منفرجة. ثم إلى هذه، حتى هذه أكثر، إذا هذا الشكل فيه جوج زوايا قائمة هما اللي شفتو قدامكم. نفس الأمر سنقوم به بالنسبة للشكل الثاني. إذا هذه زاوية منفرجة، لا، وهذه الزاوية اللي هنا زاوية حادة، إذا هاد جوج زوايا راهم هذه زاوية حادة وهذه زاوية حادة، والمجموع ديالهم راه ماشي 90 درجة. ثم سننتقل إلى هذه الزاوية، حتى هذه حادة لأنها أقل من 90 درجة، وهذه زاوية قائمة. إذا نتحدث هنا على هذه كاملة من هنا لهنا، أما هذه وهذه راهم حادين لأنها أصغر من 90 درجة. ثم ننتقل إلى هنا، وحتى هذه زاوية حادة لأنها أقل من 90 درجة. هذا كل ما يخص تمرين رقم 3. ننتقل إلى تمرين رقم 4. أنشئ كل زاوية. نبدأ بالزاوية القائمة، عطينا الرأس ديالها هنا، إذا غنستعملو الأداة يعني المزوات، ثم سنرسم بها الطريق. إذا هنا ها هو، يعني نقدر نسطر ويدوز فوق منه. نفس الشيء هنا، هي زاوية قائمة، هي زاوية قائمة، احنا رسمنا الزاوية القائمة. بالنسبة للزاوية منفرجة، إذا هذه القائمة، إذا منفرجة خصها تكون أكثر، أكبر من 90 درجة، ماشي ضروري غير هذه، أي قياس لهاد الجهة راه صحيحة، إذا هذه زاوية منفرجة. ثم الزاوية الحادة خصها تكون أقل من 90 درجة، ناخد بحال هكذا،
إذن هذه زاوية حادة. فيما يخص تمرين رقم 5، ألون الزوايا في الشكل كما يلي: الزاوية الحادة بالأحمر، الزاوية القائمة بالأزرق، والزاوية المنفرجة بالأخضر. إذا نبدأ، راهم رسمينا موضحين الأمر أكثر. إذا نبدأ هالأحمر الأخضر، ثم سنأخذ ملون أزرق. إذا الزاوية القائمة هي هذه، راها من الشكل ديالها باينة على شكل مربع. إذا هذه القائمة سألونها بالأزرق. إذا سي زاوية قائمة لونتها بالأزرق. ثم هذه أكبر من 90 درجة، إذا غادي تكون زاوية منفرجة سألونها بالأخضر. ثم حتى هذه سألونها بالأخضر لأنها أكثر أكبر من 90 درجة، وهي التالي هي زاوية منفرجة. ثم الزاوية الحادة عندي هذه، ثم هذه، وبالتالي احنا عندنا دابا هنايا لونا مطلوب منا. اخر شيء كاين في الصفحة 37 هو اتذكر، هو اللي كنا كنخدموا عليه: الزاوية الحادة قياسها اصغر من 90 درجة، القائمة 90 درجة، والمنفرجة اكبر من 90 درجة.